السلام عليكم خوتي اخواتاتي، فيديو جديد ونهار جديد من ايام رمضان المبارك. اليوم غادي نقدمو في الطاوله ديالنا هذا الكغاطان بالبطاطا وشفرول الكفته على جوج الانواع بالكفته وبلا كفته. هاد التحليه ديالنا ديال كواخه رائعه بالشوكولا بدون سكر، وهاد الملح ديالنا وحلو ديال التوستادات كروستيانت اللي راني غادي نوريكم كيفاش نديرو لها. يلا بقاو معايا في الفيديو. دونك البنات نبداو بالطبق الرئيسي ديالنا اليوم اللي هو نديرو دي غراتان على جوج الاشكال، غراتان معمرين بالبطاطا والشيفرول والكفته، وحدين غادي نديرو معمرين بالبطاطا والشيفرول لان الزوج ديالي نباتي ما كياكلش البيض وما كياكلش لا بروتيين. دونك هنا سلقت واحد 4 حتى 5 ديال البطاطات، قطعتهم هكا طريفات، وسلقت شويه ديال الشوفلور، نتوما تعرفوا الحجم ديال على حسب كل عائله ديالكم. واحد 200 غرام ديال الكفته اللي شحرتها في زويته بلديه وشويه ديال العطريه ديالها، شويه ديال الربيع وشويه البصله. غادي نحتاج البيض، 4 د البيضات، 3 حتى 4 د البيضات. غادي نحتاج لي فرماج لي غراتان موتزاريلا وهادو تريسكيسوس باراغراتينا، هذا فرماج خاص بالفران، والموتزاريلا كتجي غزاله في لي غراتان. غادي نحتاج النطا ليكيدا، وفي العطريه غادي نحتاج البصله والثومه، البزار والكمون ومليحه، وغادي ندير شويه د الحاره في وحدين، وغادي نديرهم في هاد الاطباق الفرديه ديال الالومنيوم اللي كيتباعوا هكا، كيجيو في باكيتي فيهم 5، كيكونوا فيهم الاحجام مختلفه. انا اختاريت هاد الاحجام فرديه يعني اون طباق، يمكن لك تحتفظي بهم في الثلاجه او لا الا شاط لك تحتفظيهم في الثلاجه، كيجيو على هذا الشكل، كيجي فيهم الغطاء ديالهم فاش كتسالي مثلا او لا الا طيبتيه كديريه هنايا، راه فيها شنو بغيتي طيبي والتاريخ وكلشي بالصلاحيه باش تعرفي شحال المده وهو عندك في الثلاجه. دونك انا غادي ندهن شويه هاد الليمون بالزبده، هما الاولين هما ما كيلصقوش، ولكن ندهن انا بالزبيده باش الزبيده تعطينا نسيمه في البطيطه. وهذا حاجه البنات، غادي نضرب هنايا، غادي نضرب جوج بيضات، غندير ثلاثه، غادي نزيد النقطة، نزيد شوية الموزاريلا هنا، ندير الحشوة الأولى، ندير هنا البصيلة، عفوا البنات، شوية البزار، وشوية الكمون. غندير شويه د المليحه،
صافي غادي نخلطو. ندير شويه البطاطا لتحت، ما نخليوش كاع حتى شي فراغ. على جهد نص بطيطه في كل قالب، ما غرضناش نكثروا من البطاطا، يعني عاد غادي نزيدوا الكفته ونزيدوا الشيفرون. طبق زوين فيه الكارب البطاطا وفيه لابروتيين ديالنا، يعني مع سويطه راه فيها الكفايه. لابروتيين ماشي الواحد يكثر منها، لا بالم ديال اليد هو اللي خص الجهد ديال بنادم اللي ياكل ماشي يكثر. دابا غادي ندير هنا، غادي نزيد الكفته دابا غادي ندير الشيفلور. انا كنخدم بيدي البنات باش نحسو بالخدمه ديالنا. صافي ما عرفتش يجيو زوينين. نتمنى يكون طيبان لكم. دابا غادي نزيد شويه ديال الفرماج من الفوق باش يتغراتينا مزيان. ما كتعرفوني انا كيعجبني البروكولي والشيفرون، كيعجبني الخضره، كتعجبني نديرها بهذا الشكل بالنطا والفرماج، كتجي لذيذة جدا. صافي دابا جوج اطباق تانيين ما غاديش نديرو فيهم البيض، غادي ندير غير النطا. غادي ندير شويه المليحه، ندير لها شويه القوام. هادي غادي ندير فيها الحارة، غادي ندير في وحدة هنا الحارة، لأن ما بغيتش بنتي ندير فيها شي الحارة. غادي نديرها من الفوق باش غادي نعرف بأن هادي فيها الحارة.
هكا بهذا الشكل. راه عندنا الشتي واليوم والبرد البنات، ما نقولكمش. البنات غادي نديرهم دابا في الفران واحد 20 دقيقه 25 دقيقه من فوق ومن تحت حتى نشوفوا تحمروا مزيان. راه المقادير كلها طايبه، غير البيض اللي غادي يطيب وداك الفرماج اللي غادي يذوب صافي، ونخرجوه من الفران. سهله وبسيطه، كل نهار ونهارو. واحد النهار نديرو بوستري زوين، واحد النهار نديرو خفيف، واحد النهار تشهينا فلون، واحد النهار بغينا ناكلو غير دانون. اليوم غادي نديرو كوخاله وشوكولا. كوخاله اللي ما كيعرفهاش البنات راه هي هذه، هذا هو البكيه ديالها، وهذا هما لي صوبريس. دونك غادي نحتاج واحد الصوبري ديال كوخاله، غادي نحتاج 3 ديال المعالق ديال الشوكولا. انا الشوكولا ما كنبغيش نستعمل لي فيه السكر، عندي هذا معدل بستيبيا فالور كنطحنو وكنحتفظ به هنا، كنديرو في التيراميسو وكنديرو في التحليات ديالي. ودابا غادي نديرو في كوخاله واحد نص لتر د الحليب، الحليب اللي عندكم. انا عندي هذا متواجد في الدار، غادي نستعملو، ما كتشربوش بنتي، غادي نستعملو. غادي ندير واحد جوج معالق ديال ستيفيا، وغادي ندير واحد 4 كاس ديال الناطا هكا. الناطا كتعطيه واحد المذاق زوين في كوخاده، كتزيد له المذاق. هذا غير هاد العبار، وغادي نديرها في هاد المول هذا باش تجيني بحال اون طارت هكا. نتوما بغيتو ديرو السيرو ولا الكراميل من التحت، انا داكشي ما عنديش معاه، ما غاديش نكذب عليكم، ما كنستعملوش. دونك غادي نعبر نص لتر ديال الحليب. كتجي زوينه كوخاله، انا كتعجبني حسن من الفلان. غادي نحيد واحد شويه، ودابا الاخر غادي نديرو هنايا الكاسرونه، غادي نزيدلو ديك الناطه. وغادي ندير جوج حتى لثلاثه د المعالق ديال ستيفيا، لان ردوا البال فاش كنديروه في الثلاجه، راه في الثلاجه ولا الكونجيلاتور راه كيحيد الحلاوه، كينقص من الحلاوه. دونك غادي ندير هنا، غندير ثلاثه، غنشعلو البوطه، وغادي ندير معلقه اخرى. غادي ندير 3 ديال المعالق ديال الشوكولا، 3 ولا 4 على حسب. ودابا هنايا على مود كيسخن لينا هنا، نبداو كنحركو ما نوقفوش، غادي نخلطو الكوخاده. هنا انا كنت ديجا درتها في القناه كوخاده، درتها بالشوكولا ودرتها عاديه ما فيها باس. رفقوها اليوم، غادي نخلط هنا هذا باش يبقى واجد.
دابا غادي نبدا كنحرك هنا هاد لو شوكولا، ندير هكا باش تشوفوا. نبدا كنحرك، ما نغفلوش عليه من التحرك. وفاش يقرب يغلي هاد الحليب غادي نزيدو كواخ هذا ونخليوه يغلي مجموع. غادي نزيد شويه الشوكولا البنات، نزيد واحد المعلقه جوج، يعني درنا على يستد معلقة صغار ديال الشوكولا. داك راه شوكولا بدون سكر بستيفيا. صافي غادي نبقى هكا مع التحريك حتى نزيد هذا. صافي البنات دابا ها نتوما كتشوفوا كيخرج منه البخار، غادي نزيد هذه الكواخره شويه بشويه. صافي دابا نبقاو مستمرين في التحريك، الريحه ديال لو شوكولا يا سلام. صافي البنات ها هي غلات، نطفي عليها. صافي غلا، نديرها هكا باش تشوفوا معايا. صافي غادي نكبوه هنايا غير بشويه، راه درت واحد الطبق لان كتعرفوا بان المول غيتزلى معكم فاش تجيو تهزوه للثلاجه. غادي نديرو هنا ونخليه حتى يدفى عاد نديرو في الثلاجه. صافي الوخاره ديالنا غادي نخليوها هنا تدفى على خاطرها، وديك الساعه نهزوها غير بالعقل ونديروها في الثلاجه باش ما تدفكش علينا. البنات غادي نوريكم مباشره، ها نتوما ها همك شفتوهم ها همك. صافي وجدوا، غادي نطفي الفران. ميل با 20 مينوت درت لهم الهيها 20 دقيقه. صافي راهم تحمروا مزيان وطايبين، راه كلشي المقادير طايبه. غادي نطفي على الفران ونخليهم تما لداخل حتى يقرب الفطور ونحطوهم. ودابا البنات غادي نديروا واحد لونطري سهله كنديرها بهاد لي كراكر، راه كيبيعوهم في ميركادونا، كيجيو في واحد الباكيت راه كنت وريتو لكم في الكومبرا ديالي، وهما ديال الشعير وكيجيو بالزراره على هذا الشكل، كيجيو مقرمشين غزالين. شنو غادي نحتاجو لهم؟ غادي نحتاجو الزيتون، انا هنا غسلته وقطرته، ونحتاجو الفلافل مشويه انتيراس هكا شرائح، وعندي هنا هاد الجبن، هاد الفروماج ديال ليدل اللي سميتو اللبني، جابوه جديد في ليدل كيحمق البنات، راه طقتو كيحمق. غادي ندير واحد الجويجات غير بالفروماج والعسل، والاخرين نديرهم مالحين. دونك الطريقه ساهله مهله. غادي ندهنهم هكا، كيجيو زوينين في لونطري مع اتاي و لونطري مالح زوين. غادي نديرو هكا الفلافل، هاد الشكل، ونديرو شويه الزيتون من الفوق هاكا هانتوما. تيجيو غزالين البنات، والشكل الاخر
غادي نديرو هكا وغادي ندير عليه العسل. صافي غادي نستعمل حتى نساليهم كيجيو هكا لا في المنظر رائع والالوان الصراحه ولذادين بزاف البنات، غير جربوهم وتشوف. بطبيعه الحال دائما الدريري ديال الاتاي ديالي ما يخطانيش، غادي ندير فيه هاد البيماتشا اليوم وغادي ندير فيه النعناع. انا غسلته خليه هنا يقطر يا دريري، ودائما كنديرو بالستيفيا انا ما كنديروش بالسكر. كندير شويه ديال الحبوب، داك الحبوب ديال الزهر اللي شريت من الكامبو ومع الحبوب ذاته، كنخلط شويه في معلقه كنديرو هنا، ندير الماء يغلي ومن بعد ندير هاد الساشي ديال الماتشا. الماتشا مفيده جدا. وهو هذا البنات الفيديو ديالنا جا على النهايه ديالو بهاد اتاي بماتشا وستيفيا. خليكم في امان الله، تهلاو ليا فراسكم، وما تنساوش تشيروا بلايك فضلا وليس امرا، وتنخرطوا في القناه ديالنا الى عجبكم المحتوى المضمون بطبيعه الحال، وتهلاو ليا فراسكم، ورمضان مبارك كريم، ومع السلامه.